Good morning! صباح الخير يا جماعة من منطقة جديدة بجورجيا. شوفوا لي هذا المنظر مع صوت العصافير وصوت النهر اللي بيجنن. أنا موجودة حالياً بمنطقة اسمها كيزبكي، صار لي تقريباً 5 أيام هون أخذت هذا الكوخ عم استكشف المنطقة، وصار لي 4 أيام عم أعمل مونتاج ورتب أفكاري لأعرف شو بدي أعملكم هون بجورجيا. بس حبيت اليوم على قد ما المنطقة حلوة هون ومدينة كيزبكي عن جد حلوة، حبيت أغطي لكم إياها وورجيكم شو ممكن الواحد يعمل هون بمنطقة كيزبكي. عن جد الطبيعة هون تاخذ العقل، بتجنن حرفياً. موجودة قدامي سلسلة جبال القوقاز، شوفوا هالمنظر الرهيب. وعن منطقة كيزبكي موجودة شمال جورجيا، عن جد من أحلى الأماكن، طبيعة فيها بتاخد العقل، طقس فيها كتير حلوة. على فكرة درجة الحرارة باردة يعني، وكانت عم تمطر، صار لها يومين عم تمطر. منطقة باردة حلوة بنفس الوقت، حتى الشوارع فيها بسيطة، يعني فيكم تقولوا إنه هيدي قرية مانا مدينة. بتشوفوا الحيوانات هيك بتتمشى قدامكم، في عالم مربي بقر هيك، بس امشي بالشارع بلاقي قطيع من البقر ماشي عادي. يعني المنطقة عن جد كثير حلوة. وشوفوا كمان بدي ورجيكم هذا المسار، في ناس هون عم تطلع في مسار للهايك، جربته أكثر من مرة لحتى أحسن من لياقتي. يعني كل يوم الصبح عم فيق لهذا الوقت تقريبا الساعة 7 الصبح عم فيق وأعمل هايك لحتى أعرف على المنطقة وأعمل رياضة جديدة، مع إنه أنا ما كثير بعمل هايك وماني متعودة. بس تخيلوا إنه مشيت مسار كثير حلو، اليوم رح آخذكم بهذا المسار كمان تشوفوه قديش حلو. عملت هذا الهايك لحالي وكمان اليوم رح أعمله لحالي، كان تحدي صعب، فاليوم رح نرجع نعيده. المرة الماضية ما كنت مجهزة حالي الصراحة، فاليوم رح جهز حالي بشكل كامل ونطلع بهذا مسار الهايك وعرفكم على منطقة كيزبكي اللي بتجنن. شوفوا شكل الأكواخ وشوفوا شكل الشجر والطبيعة قديش حلوة. طبعا هذا الكوخ اللي قاعدة فيه أنا، صاحبين الأكواخ هون عندهم كلب كمان كتير لطيف، وهون كمان عاملين في بقر، كل يوم بيطلعوهم بيمشوهم بيطعموهم. فاليوم رح نشوف كل هدول الشغلات، نعمل كتير اكتيفيتي هون بكيزبكي. لبست وتجهزت، اخذت شنطايتي ضبيت فيها العده كلياتها، هيدي عصايه الهايك، اكيد بوطل الهايك، بيجامه رياضه. هلا شو رح نعمل؟ رح نطلع بمسار هايك كثير حلو، رح اغطي لكم اياها. اول شغله رح نعملها اليوم انه رح نطلع هايك، رح نوصل لمكان عن جد بياخذ عقل. فخليكم معي، في عالم كثير تطلع بهذا المسار، يعني تقريبا كل حدا بيجي لهون لكيزبكي وحابب يعمل الهايك بيجي لهذا المسار اللي هلا رح نطلع منه. شوفوا اصلا في عالم هنيك طالعه سبقوني، عالم تطلع من الصبح بكير. انا تاخرت شوي، جهزت كمان، اخذت معي شاي، جهزت اغراضي كلياتها، كثير متحمسه انه اغطي لكم هيدي التجربه، لانه حرفيا انا ما كثير عامله هايك اساسا، كثير هيك متحمسه وخصوصي انه هيك لحالي. كنت اتواصل مع جروب اطلع معهم بس حسيت انه لا ما في داعي، طريق مانه كثير يعني صعب، طريق واحد يعني ما بيضيع. سوف ننطلق من هون، رح يبلش المسار تبع الهايك. يا جماعة أحسن شغلة اشتريتها هيدي العصاية، عن جد ما بتخيل إنه في هايك مريح رح يكون بدون استخدام هيدي العصاية. شوفوا كيزبكي وراي، شوفوا لوين إجي. سامعين صوت النهر؟ تارارارا، شوفوا ما أحلى. مي متنجة تجنن. يا حذر، كان شو رح اعمل هون جنب النهر؟ رح اشرب شاي، جايبة معي شاي، رح اشرب شاي وبعدين كمل طريقي. وشوفي احلى من كاسة شاي قدام هذا النهر. شاي مع الطبيعة قمة الرواء، مية النهر مثلجة وأنا جايبة معي أناني مي. شوفوا الطريقة اللي عم برد فيها أناني المي، صارت باردة. شوفوا كيف هي أفضل طريقة، واو عندي صارت كثير باردة، يعني تقريبا من برودة المي. أهم شيء على فطور الصبح شو؟ مكسرات، زبيب وجوز وبندق، فواكه مجففة، مشمش، هي أكثر شيء بتعطي طاقة يعني قبل ما أبلش المرتفعات. وكمان شرش خلم حشية جوز. هاي المي صارت مسقعة باردة.
وهلا رح نكمل مشينا. طبعا انا قلت لكم اني مشيت قبل بمره بهذا الطريق، هذا الطريق اللي وراي صعب، فرح نروح من طريق اسهل. هلا العالم من وين عم تروح؟ يا عم تروح من هون يا عم تروح من طلعه كثير قاسيه. فانا اكتشفت الطريق، يعني هذا بطلع كثير سهل. لا رح ورجيكم اياه، طلعت منه المره الماضيه كان جدا سهل، فانا ما عم استخدمه لانه في مي. انا بدي اطلع ورا هذا الجبل هلا ورجيكم الطريق اللي اكتشفته انا. العالم عم تطلع من هنيك من هذاك الطريق كثير صعب وطلوعه جدا قاسي، انا شفت هذا الطريق، هذا الطريق طلوعه كثير سهل، ما بعرف ليش ما عم يستخدموه، حرفيا بطلوع جدا 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 سهل. الطريق الثاني طلوعه اصعب من هيك كثير، خلي الواحد يلهت يعني. شوفوا العالم نازله، خاصه هيك ونازله. على الاغلب ما عم يستخدموه لانه في مي هون هيك. هي اصعب طلعه، يعني من بدايه الطريق اصعب شيء هي. العالم عم يطلعوا من هداك الطريق ما بعرف ليش، كثير صعب، جربته كثير كان صعب. لا تتخيلوا الطاقه هيك والسعاده اللي ممكن تحصلوا عليها بهيك مشيه. استني باول الطريق وصلت هلا على اول مرتفع، انا على ارتفاع 59 متر، نهر تحتي ما احلاه، مسار لسه طويل. هاي بعدنا باول الطريق وهيك المنظر، كيف لو تشوفوا المكان اللي رح اوصل له؟ انا رح اطلع على قمه الجبل، فخليكم عم تحضروا الفيديو للاخير لتشوفوا قديش حلوه المنطقه. وصلت على مفترق طرق، هذا الطريق بينزلنا للنهر وهذا الطريق بيطلعنا لفوق على الجبل، منظر خيال. قطعت تقريبا 15% من الطريق، صرت على ارتفاع 83 متر. هلا من هون رح يبلش الطريق بشوية خطورة لأنه رح يصير ضيق، بدي أحاول ثبت العصاية بالطين لأنه أغلب الطريق شوك. أوه طلعتها. تعبت صرت لها، يعني أنا ماني محترفة هايك، أنا قاعدة عم بتدرب هلا، هنشوف لياقتي البدنية لوين بتوصل. أوه ليك والطريق اللي قدام، أوه ماي جاد، كله صخر، طول ما أنا صخر فبصير الموضوع أسهل، إنه ما ممكن الواحد يسحب أبداً. واو ليك الممر، كثير حلو. كانت مشتية مطر مبارح، فلسه الأرض رطبة، الأعشاب اللي على الصخر عم تزحن. شوف شوف، يا ويلي. ارتفاع 100 متر، شوفوا المنظر احلى من هون، الجبل اللي هونيك عليه ثلج. كثير صعبة، قالوا لي ليش صعبة؟ لأنه صخر ومي ومسار ضيق. ما عرفت شو مشكلته، الكاميرا كانت عم تطفي ما عم تصور، مع إنه ورقت أصعب طريق ما صورته لأنه كنت مثبتها. شوفوا المي هون، هعمل بريك هون. افضل طريقه لحتى اشوف الطريق هي اني استخدم الدرون حتى اعرف قديش لسه في مسافه وشوف اذا الطريق صعب او لا. هلا رح طيره. جماعة الطقس قلب خلال 10 دقائق، يعني ما في، انا قعدت بس شوي طقس اختلف، جاي غيمة. ان شاء الله ما تشتي مطر لانه اذا شتت مطر رح يكون الطريق رح يصير كتير صعب. عالم كبيرة من عمر عم تعمل هايك هون. شوفوا وين وصلت، على ارتفاع 169 متر، كتير قربت. هذا هو المكان اللي بدي اروح عليه، منظر بجنن، بيستاهل كل هذا التعب، بس ما تمطر. عن جد ما تمطر، صيبة اذا مطرت. كتير مبسوطة، كتير حابة اشارككم هذا الشيء، انه انا شخص كان يخاف من المرتفعات. قديش الطريق ضيق، حرفيا الطريق ضيق وتحتي وادي.
لكل مكان اللي وصلت له. انا حاليا على ارتفاع 244 متر، اقعد اعمل بريك هون مع الطبيعه، اشرب عصير مي، ارتاح شوي، وبعدين نطلع على الكنيسه اللي فوق. بس خلونا ناخذ بريك سوا. حرفيا تعبت. ساعه و37 دقيقه مع كل شيء، يعني من اول ما طلعت من الكوخ وانا حطيت العداد، البريك اللي عملناه عند النهر وكل شيء، استراحات عملناها، اخذت معي ساعه و38 دقيقه. منظر بجنن. هاخذ بريك هون. بعد ما اخذت بريك رح كمل طلعه لعند الكنيسه وارجيكم منظر كمان من فوق قديش حلو. صارت قريبه معنا، بعيده شوي تطلع منوصل. او ماي جاد، كل ما تطلع وكل ما يصير منظر احلى واحلى. حرفيا هي اخر طلعه، لقد فعلناها يا جماعه، لقد فعلناها يا جماعه. وصلت واخيرا شوفوا المكان اللي وصلت له. طبعا هذا المكان فيه الناس تجي لإله بالسيارات، شوفوا السيارات فيه له طريق للسيارات. بس انا حبيت اعيش انا وياكم هيدي التجربه اللي هي تجربه الهايك. عن جد المسافه اللي قطعتها بالنسبه لي معنا قليله كثير. تسليت الكنيسه اللي وصلت له وصايره باعلى الجبل. يس. طبعا هون الناس بتجي تاخذ صور، في منهم بيوقفوا على هذا الطرف لياخذوا صوره مع هاي الاطلاله، ومنهم بيوقفوا على الطرف الثاني لياخذوا صوره مع هاي الاطلاله. هاي المنطقه واحده من المناطق اللي عن جد حلوه هون بمدينه كيزبكي. كثير ناس بتجي لها بس بيجوا لها بسياره، وفي عالم بتجي لها هايك. بس عن جد هاي المنطقه كثير حلوه، اذا جايين جورجيا كيزبكي لازم تجوا لهون، لانه من هون رح تقدروا تشوفوا سلسله جبال الخوخاز، وكمان رح تشوفوا مدينه كيزبكي كامله. شوفوا هالاطلالة اللي بتاخذ عقل. هيدي مدينة كيزبكي كاملة مبينة من هون، واللي قدامي سلسلة جبال القوقاز. الناس بتيجي لهون بتاخذ صور وبتعمل استراحة، بتتفرج هيك على المكان، والاطلالة عن جد رهيبة رهيبة رهيبة، كثير حلوة. شوفوا المسار اللي سلكته، الكوخ اللي قاعدة فيه ورا هدول الشجر. طبعا لفينا لفة هيك من ورا الجبل لوصلنا لهيدي الكنيسة. الفكرة انه بلشت تمطر، فهلا رح انزل بسيارة، اكيد ما رح ارجع انزل هاي، فرح روح للكوخ ريح شوي. اذا كانت كثير عم تمطر فرح وقف اليوم وكمل بكرة، لما اذا وقفت المطر ممكن نكمل نشاطاتنا اليوم ونشوف شو ممكن نعمل في كيزبكي. حاليا رح اخذ تاكسي من هون وانزل للكوخ. اخذت فان، هون ما في تكاسي من الابلكيشن فاخذت فان. رجعت للكوخ ريحت شوي، وكانت الدنيا عم تشتي مطر، استنيت على حتى تخلص. هلا وقفت المطر ورح انزل لقلب المدينه، رح انزل لقلب كيزبكي لانه لهلا بلا اكل، فارتحت شوي. طبعا نازله مشي في ابلكيشن للمواصلات وللتكاسي اللي هو بولت، بس طريق كثير حلو لهيك رح انزل مشي، ما رح اخذ تاكسي. شوفوا جنب الكوخ جنب الاكواخ في هيدي الكافيه وعندهم اكل، بس هلا مسكره ما بعرف اليوم ما فتح ابدا، شيكت عليها اول ما اجيت وما فتحت، وهلا كمان مو فاتح. فيها هي كل شيء، انه اكلت من عندها انا قبل بمره، عندهم مشاريب وعندهم اكل بس
ما فاتحة هلا لهيك رح انزل والنوم ورجيكم كمان المدينة. شوفوا تقريبا الاكواخ اللي اخذتها اخر المدينة، الاكواخ اللي موجودين هون اخر كيزبكي، خلص بعدها بصير في جبل. شوفوا بعد الاكواخ بصير في جبل، حتى انه المنظر من هون احلى من تحت من قلب المدينة احلى بكثير. شوفوا هذا العصير اسمه كومبوت، هيك اسمه، بقلبه فواكه اسمه فواكه جوافة أناناس. هي الفواكه حلوة وهذا العصير يعني منه فيه السكر، ما بيضيفوا له سكر، بينقعوا بطريقة معينة، بيحضروه بطريقة معينة وبيقدموه بهيدي الطريقة. هلأ رح نصب وندوق. هذا كمان مشهور هون بجورجيا. طيب أخذ طعمة الأناناس وطعمة الجوافة سوا، عن جد كتير طيب. هاي الفواكه مشهورة بالبرازيل وبيزرعوها هون كمان بجورجيا. شوفوا حبتها، حتى فيني ذوقها، فيني جربها. وصلت هلا أكلة اسمها تاشمي جابي، اللي هي عبارة عن جبنة وبطاطا هيك معجونين مع بعض وحاطينهم بفخارة وهيك بالفرن، فخلونا هلا نجربها. عندهم الجبنة فظيعة بجورجيا، الطريقة الحلوة انه ادمينها بفخارة مشان ما تبرد الجبنة، مشان تضل هيك محافظة على هذا القوام. طيبة عن جد رهيبة 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 رهيبة، انصحكم تاشمي جابي اسمها. هي تقريبا بلشت وصل لمركز المدينة، هون في كافيات في مطاعم وفي سوبر ماركت كمان، صيدلية، اي شيء بتحتاجوه هون موجود، تبديل مصاري، اوتيلات. هذا هو مركز المدينة، هن كم محل مانن كتار على قد المدينة. وهون كمان بتتجمع التكاسي والعالم تنزل، تكون طالعة هايك تعمل هايك تنزل لهون هدول السوبر ماركت حتى تشتري اغراضها والقصص اللي ناقصتها. العالم مو بس بتجي فعليا لهي المنطقة تعمل هايك، لا في عالم بتجي بتخيم هون. ونحن بطريقنا لمنطقة جوتا شفنا هذا المكان يلي فيه تماثيل لملوك جورجيا وللقديسين، شكلهم مع الجبال وكيف موزعين طالعين كتير حلوين. اللي نحت هدول المنحوتات بعده موجود هون، نحتهم من 50 سنة وهيك عاملهم مثل يعني المعرض المتحف، العالم بتجي هون وبتتصور، عن جد شكلهم كتير حلو. بس هلا ما عاد نحت هيك منحوتات كبيرة، عم نحت منحوتات صغيرة. الطريق مسكر فتركني التاكسي ورح امشي كمل على جوتا، لانه الطريق ما بفوت سيارات لهون عم يعملوا صيانه، فرح امشي تقريبا شي 2 كيلو لحتى اوصل لجوتا. هيك خبرني الشوفير والطريق هون رهيب قد ما حلو. شوفوا المنظر، هذا الوادي تحت النهر. لقيت تاكسي رح تاخذني لجوتا لقلب المدينه بعد ما عاملين الصيانه. هون في تكاسي واقفه. هلا وصلت على جوتا، هيدي المنطقه كثير قريبه من كيزبكي، مناظر حواليه يا جماعه بتجنن حرفيا. شوفوا النهر هون كيف شكله ولون المي فيه بتاخذ العقل. وفيها اوتيلات، يعني ممكن الواحد يجي وياخذ كوخ او ياخذ غرفه باوتيل ويستمتع يستجم بالطبيعه. هون ما في سوبر ماركت بس في كافيات، يعني خدمه اقل من خدمه كيزبكي، كونه كيزبكي المدينه الاكبر. بس المناظر هون يا جماعه بتجنن. وكمان شفت عالم عم تعمل هايك نازل من جبال لفوق لهون لمنطقه جوتا. بس عن جد المكان حلو كثير، طبيعه فيها بتاخذ عقل. في على طريقنا كان اكثر من شلال، هذا النهر اللي بالنص قاسم جوتا لطرفين يمين ويسار، كثير حلو. وهالمكان اللي بيجنن، شوف وين قعدت، ليكو المنظر هون قديش حلو، بتجنن الاطلاله هون. اوكي جيت هلا بدي افطر، بس عن جد شوفوا المنطقه كثير حلوه هون. هلا انا ماني شايفه سويسرا، دائما بشوفها بالموبايل بالفيديوهات، بس حرفيا تشبه الريف السويسري. شكل النهر قدامي بهالكافيه اللي قاعده فيها، نهر قدامي،
الجبال والخضار بتجنن عن جد. فهلا رح افطر واطلع اتمشى شوي. هي المنطقه ما فيها فعليا شيء غير اوتيل وكواخ، يعني منطقه سكنيه وهيك كم بيت مو كتير كبيره، فيكم تقولوا عنا انها قريه صغيره، بس الطبيعه فيها كتير حلوه، نهر بياخذ العقل. شوفوا اخذت شاي واخذت حلو مع هيدي الاطلاله، يا الله كتير حلوه عن جد بتجنن. انا هيك مزهوله لاني انا ولا مره رايحه على سويسرا، حاسه حالي عن جد اني بسويسرا. منظر هون مقابلي بيفتح نفس على الاكل. هلا وصلت كشابوري، جهز حالي للافتراز. حمصه شكله كثير مشهي، شوفوا شكله حاطين فيها هيك زيت زيتون، طلعت عملتها طيبه. اوكي يا جماعه، قضيت تقريبا ساعتين بهيدي الكافيه وانا عم اتفرج على النهر، عن جد الاطلاله بتجنن. الضيعه هون او القريه هون كثير حلوه. شوفوا في كمان احسن، في كلاب، في فوق كمان اوتيلات بمنطقه لقدام، يعني فيها اوتيلات بقلب الطبيعه. بس عن جد المنطقه هون كثير 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 رواق، اذا الواحد بده يجي يروق راسه يجي يختار هذا المكان، بالفعل حلوه. لقيت منحله هون بيحكي انجليزي، اغلب العالم هون ما بتحكي انجليزي منيح. هذا الصبي الصغير طلع بيحكي رح اخذ كيلو. 1 كيلو ذس؟ نو هالف؟ ايتش مور ذان هالف. اوكي ثانك يو. اوكي اخذت هذا، طلع اكثر من نص كيلو. شوفوا كيف شكله، مبين الشهد تبع العسل بقلبه، يعني هذا العسل الطبيعي الاصلي 100% من جوتا بالجورجي، جوتا هي اسمه. اوكي طلعوا ب 30 لاري. اوكي جيف مي باك بليز مسيبا. بيفهموا روسي، ناترال كيس بس رح جرب. عم بنحمل الكيس من هون، لا تحمليه من فوق مشان ما ينخزق. ثانك يو. صح اني اجيت بسياره بس رح ارجع مشي، فعندي طريق تقريبا هو المفروض نص ساعه، بس رح اتمشى هيك شوي شوي على مهلي. اخذ لقطات كثير حلوه بالدرون كمان على الطريق لانه شفت النهر وكثير في شلالات. شوفوا شكل القريه من هون، هذا النهر كل الطريق رح نشوفه. اوه درجه الحراره 16 هون، كثير مبسوطه هيك مشي بالطبيعه غير شكل. قطفت وردة. يا الله المشي كتير حلوة صارت، بس الدنيا باردة شوي. لسه قدامي طريق طويل طويل طويل، وبعد مشي تقريبا ساعة وصلت محل ما نزلني التاكسي هون. فهلأ بده تقريبا ساعة لحتى يوصل هو لهون، فبدي اقعد بدون ما اعمل اي شيء. شوفوا هالاغلب هدول كمان ناس ناطرين تكاسي. اوكي شوفوا وين قعدت، قعدت هون لحتى استنى التاكسي تجي. لسه بده تقريبا شي ساعة، والحمد لله انه ما طلعت لحالي، انا عم بنتظر. لا كمان في ناس جنبي عم تستنى، يمكن عم يستنوا سيارات. بس شوفوا هون العالم صافة ومكملة لجوا مشي. بالفعل المنطقة كتير حلوة، وعن جد يعني ما كتير العالم بتجي لهون فعليا. في ناس بيقصوها بس للكامبينج، بيقصوها بس للهايك، اللي بيحب يمشي مسافات طويلة هدول الناس اللي بتجي لهيدي المنطقة. بينما أنا بنصحكم انكم تجوا لهون، لأنه عن جد عن جد القرنة بتجنن، إذا كان رحتوها مشي أو رحتوها بالسيارة تستحق الزيارة. جدا 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 حلوة، بتشبه الأرياف السويسرية. هاي وصلت التاكسي، وصلت التاكسي واخيرا. بليز اوبن ذا دور. ثانك يو. وين وقفني؟ عن هون في مي جود ووتر، معي مي انا بس هيك بدي اعبي مره ثانيه تكون ابرد. جايه من الجبل المي، ياه شو بارده. بارده جود، يس جود.
تلمع اسنانك مباردة. خلصت زيارتي لمدينة كيزبكي وأنا هلأ بطريقي من كيزبكي لعاصمة جورجيا تبليسي. نحن بالطريق مرينا عند هذا المكان، هو نصب التذكاري للصداقة بين جورجيا وروسيا. مكان عن جد كتير حلو، رح ورجيكم. شوفي هون، وهذا المكان لازم تزوروه إذا جيتوا لجورجيا لأنه كتير حلو. مبدئيا هو صاير على جبل جبار اللي قريب كتير بين حدود جورجيا وروسيا، وهدول الجبال اللي قدامي هنن سلسلة جبال القوقاز. الأطلالة من هون أطلالة بانورامية بتطل على سلسلة جبال القوقاز. نصب التذكاري فيه نقوش وسيفسائية، ألوانها كمان كتير حلوة. شوفوا المنظر من هون، صاير على شكل نصف دائري. بتذكاري في هيدي الكافيه، شوفوا الاطلاله من هون حرفيا خياليه. قديش حلوه القعده هون مع هاي الفيو اللي بتجنن. اوكي، هلا جنب هذا النصب، جنبه بالضبط، في الاكشاك اللي بتبيع السناكات الخفيفه، شيبس وفواكه. شوفوا شوفوا هاي بطاطا، فواكه. اخذ كاسه ذره سخنه هلا بما انه الجو بارد. ثانك يو. ذس 10 لاري رايت. اوكي، هيدي ب 10. سباسيبا. هاي ب 10 لاري. شوفوا كمان في هدول الفواكه، طبعا بجورجيا اغلبه بتلاقوا عندهم بيبيعوا فواكه. في منهم بيبيعوا عصير بردقان، عصير فريش، بيبيعوا عسل. يعني هون بجورجيا اكثر شيء مشهورين، يعني بيبيعوا هيك على البسطات تبعولهم فواكه وعسل. عن جد المكان على فكره كثير حلو. رح اكل الدرع السريع هيك بما انها سخنه، خليتها تحطوا لي عليها ليمون وملح. الناس كلها بتجي مشان تشوف هيدي الفيو. طبعا اغلب العالم ما بيجوا بيقعدوا هون، يعني ما بيكونوا اساسا مثلا نازلين بكيزبكي، لا بيكونوا طالعين من تبليسي لهيدي المنطقه. شرش خير لأهم شيء. شوفوا هدول، هاي هي منطقة نصب التذكاري بين روسيا وجورجيا. حلوة هيك كاستراحة، ممكن الواحد هون يعمل نشاطات، ركوب الخيل، الاتيفي. جيت على منطقة اسمها أنا نوري، هي كتير قريبة لتبليسي، أقرب من كيزبكي، بس هي كانت على طريقي فقلت لازم أوقف هون لأنه كمان كتير في ناس بتوقف في هيدي المحطة. كتير قريبة لمدينة تبليسي وفيها هيدي الكنيسة، فيها هي البحرة، في قوارب بقلبها كمان. هون مدخل الكنيسة، هي مبينة من برا على شكل قلعة يعني، ومن جوا الكنيسة، يعني حيطانها حيطان قلعة، في أبراج مراقبة كمان، فأعتقد هيدي كانت قلعة. الفيديو حبيت اختم لكم اياه بمكان مميز عند بحيرة انا نوري. حابة اوصل للمئة الف مشترك قبل ما تخلص السنة. بشوفكم بفيديو جديد. باي باي.